التعامل الإعلامي بقى على المستوى الرياضي نعم. مع الأزمة دي أي. هل على نفس الحدث على قدر الحدث ولا شايف التعامل الإعلامي ازاي؟ لا وضح لي أكتر بس عشان أعرف أجاوبك. طيب التعامل الإعلامي نعم داخل مصر أيوه. على الحدث ده، مش هقول لك في أوروبا لأن في أوروبا بالعكس أنا شايف التعامل الإعلامي هناك على أعلى مستوى نعم بالنسبة للأحداث الرياضية وقياسها على أزمة فيروس كورونا. شوف طبعا احنا التعامل الاعلامي بتاعنا منقسم لشقين، التعامل الاعلامي العام، وبصراحه ده انا بشيد جدا 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 بكل القنوات الاعلاميه العامه في مصر بصراحه تعاملوا مع الامر بشكل جيد جدا وقدروا ينبهوا الناس ليل نهار بكل المخاطر، وتم انا بشوف بصراحه يوميا كم هائل من الاطباء والمختصين بصراحه. التعامل الحكومي والتعامل الاعلامي الجزء ده ممتاز جدا، ده ممتاز بصراحة. جدا وبصراحه لو في اي عيب من عندنا احنا كناس عشان نكون صراحه مع بعض بالظبط، لكن في الاخر رحمه ربنا سبحانه وتعالى هي اللي غالبه على الامر ولحد ما مخلينا قادرين طيب. واقفين في الازمه. الاعلام الرياضي بقى نعم. في الحدث الرياضي دي ازاي نقدر نتعامل مع الازمه دي من اجل الاحداث الرياضيه؟ هل الاعلام في مصر تعامل مع الازمه دي الاعلام الرياضي تحديدا بشكل سليم بشكل صحيح في البدايه؟ وضع حلول نعم في البدايه كنت شايف ان في توهج عن الامر والناس بتتكلم على كورونا بس، وازاي النهارده صحه الانسان هي المهمه، وازاي النهارده نتفادى هذا الامر والانديه بتتعامل مع بس. كان في اول 4-5 ايام لحد ما في وجهه نظري، بقول وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن اي شيء تمام، لقيت ان احنا بدانا الدنيا تهبط شويه، ما بقاش في محتوى كبير يقدر يتقدم فبدانا نرجع للنوستالجيا وبدانا نفتش في دفاترنا القديمه ونطلع القضايا القديمه. وهتكلم بصراحه يعني، ودي وجهه نظري انا كريم سعيد الشخصيه. طيب ايه الحاجه اللي ممكن النهارده تخلينا نلفت الانتباه؟ هي قضايا النادي الاهلي. وخلي بالك وكل واحد حر مفيش مشكله خالص، بس نتكلم بصراحه. تم فتح اكتر من قضيه خاصه بلاعبي النادي الاهلي الكبير او الحاليه، يعني برضو خلينا برضو نتكلم بصراحه، برضو الملف التجديد بتاع احمد فتحي وحسام عاشور فتح زوايا كتيره، بس لقيت ان حصل نوستالجيا كتيره لقضايا قديمه مفادها ان احنا ربما يكون النادي الاهلي بيتاخر على تجديد الملفات. طيب انا افهم تماما ان في ملف كل واحد فيه بيقول وجهه نظره، بس مهم قوي يا محمد بصراحه الامانه تحتم علينا ان احنا نتعلم من اللي حصل. بمعنى في ملفات كتيره جدا احنا من واحنا صغيرين خدت مننا سنوات في النقاش، قضايا واجيال عاشت عليها تمام. ودي مثلا ملف تجديد الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن في نهايه التسعينات مع النادي الاهلي. الملف ده يعني مثلا بنتكلم يعني بعيدا الكابتن حسام كان في لقاء واتكلم على الحوار خلال اخر 48 ساعه، بس خلينا نقول مثلا ان الملف ده خد من جيل التسعينات وجيل الالفينيات ما لا يقل عن 10 سنين 10 سنين نقاش بنتكلم عليه وكل واحد شايف نظر. لا الاهلي كان صح، حسام وابراهيم كانوا صح، ده كان في ناس من جماهير الاهلي لما حسام وابراهيم راحوا الزمالك تحولوا من تشجيع الاهلي لتشجيع الزمالك، والعكس صحيح في اي شيء كان. وخدنا بص يعني ايه خناقات كتيرة قوي في هذا الامر، ولكن انتهت باعتذار من حسام تمام. فتقصد ان النقاش ده كله انتهى بكل الامر، كل الملف ده انتهى. انا كنت مع كابتن اسلام الشاطر من حوالي اسبوع تمام، وكنا بنتكلم على حته التصريحات، فانا قلت له والفيديو موجود اللي يحب برضه يتاكد من الكلام على التشانل الخاصه بقناه النادي الاهلي على اليوتيوب يقدر اي حد من الساده المشاهدين يروح يشوفها. انا قلت اي لاعب وهو في معضله او في ازمه خصوصا في موضوع التجديد، اللعيبه لما بتعدي 33 سنه دي ازمه عالميه تمام. يعني دي ده ملف في العالم كله. ايه هو؟ ببساطه اللاعب لازم يعرف انه في الديكلاين بتاعه في النزول بتاعه. ما هي ازمه في المانيا مانويل نوير عايز يجدد 5 سنين والباير عايز يجدد سنتين. يا سيدي هو في بعد توتي وتوتي في روما وفي بعد توتي توتي ده ملك روما، وفي بعد كده تخيل واحد سموه ملك روما نقاش قعد 2-3 سنين وفي الاخر كل يعني الملف ده شفناه كوبي وبيست في كل حته. الملف ده اللعيب وهو يعدي 33 سنه ويجي ينتظر نفس المعامله او نفس الاسلوب او نفس الرقم المادي
بتاع وانت عندك 28 او انت عندك 25 ده مستحيل صعب. ببساطه زي ما انا اقول لك يا كابتن وانت عندك 33 سنه لو سمحت افتح سبرنت زي ما كنت بتفتحه وانت سنة. عندك 25 سنه انت هتقول لي يا عم مستحيل، ما دي سنه الحياه. هو انا النهارده جسمي وانا عندي 33 سنه بنفس الفتنس بتاعه 25 سنه بس بعيد عن رونالدو سيبنا من رونالدو على جنب، مستحيل. فالطبيعي يا محمد اللي انا عايز اقوله ان في امور هي كده كده انت هتواجهها في حياتك، زي ما احنا بنيجي نقول عمر اللاعب هو لغايه لعيب الكوره لغايه من 33 35 سنه. عايز توصل في النهايه ان النقاشات والقضايا اللي الناس بتتكلم فيها بعد سنين في النهايه صاحب الموضوع واضرب تفاصيله بيرجع بينا لنقطه الصفر في البدايه. ونفسي ولازم نتعلم بقى يعني بص تعالى ايه ناخد الموضوع ده من زاويه جديده. احنا مش هنتناقش فيه، تمام؟ كل واحد حر في وجهه نظره، صح؟ يعني احنا من حقنا نقول وجهه نظرنا، ومن حق اي شخص يقول وجهه نظره، ومن حق اللاعب يشوف مصلحته، ومن حق النادي يشوف مصلحته. لا تعال نحلل مره واحده كده، نقف مع بعض كل قضيه تعال نقول كانت بدايتها ايه وانتهت الى ايه. بالظبط، برافو عليك، هو ده اهم سؤال نجاوبه دلوقتي. احنا استفدنا ايه من هذا الكم من التجارب اللي احنا مرينا بيها؟ وهتكلم طبعا فيما يخص النادي الاهلي، يعني نتكلم على قضايانا. تمام، القضايا المتشابهه في هذا الامر هي قضيه الكابتن حسام حسن وابراهيم حسن، قضيه الكابتن عصام الحضري، وما يشابهها من قضايا اخرى. تمام، بس هم دول الاثنين اللي قعدوا ايه سنين معنا وكان فيها خلاف حاد. حسام ابراهيم كانوا صح، لا الكابتن سيد الله يرحمه كان صح، عصام الحضري كان والله معاه حق، الاهلي ما قدروش في شرط الكابتن، لا والله ده جوزيه والكابتن حسام بدري ساعتها لما خدوا القرار، ومانويل نفسه لما طلع بعد ماتش غزل المحله لو نفتكروا الماتش ده كان 1-0 لما فلافيو حط الجون في الدقيقه الاخيره لما امير عبد الحميد وقف اول ماتش لامير بعد ما الحضري راح سيون، وساعتها جوزيه هاجم الحضري بشده في المؤتمر وقال ان هو بيفكر في نفسه وما فكرش في التيم وفي الاهلي ولا في التيم اللي عمله له ولا اي شيء غير المصلحه الماديه. طيب في عامل مشترك حصل بعد هذا الكم من السنوات للكابتن حسام والكابتن عصام الحضري، الاثنين قالوا لو على الزمن ما كناش خدنا نفس القرار. نفس القرار. طب تعالى بقى نعمل فلاش باك. يبقى لما جينا في الاول ناقشنا الموضوع كان عندنا شقين. شق المصلحة العامة إن النادي لما بيجي بيتناول ملف ما بيتناولش الملف بشكل شخصي مع اللاعب، لا، النادي بيتناول الملف عشان يرسي قاعدة للاعب أو لأي حد يفكر زيه. صح. أنا ما بتعاملش معاك أنت بس، مش أنت الوحيد اللي عندي. أنا لما باخد قرار معاك باخد قرار يخصك وكمان يخص يرسي النادي. المبدأ لكل اللعيبة اللي تيجي تشوف المثل بتاعك، وعشان كده دايما بنقول النادي الاهلي نادي المبادئ. تعال بقى نفسرها عشان الناس تيجي تقول لك يعني ايه الاهلي نادي المبادئ. هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو اللي بنتكلم فيه ده، هو ده اللي بنتكلم فيه ده. نادي الاهلي نادي المبادئ يعني ايه؟ يعني لما اجي ارسي اتعامل مع قضيه او ملف لازم احط فيها مبدا ما يخصش الملف بس بتاع اللاعب، لا يخص الناس كلها. فلما يحصل مره ثانيه اجي اقول لك تعالى يا استاذ محمد الملف بتاع سعادتك اوريدي مش اول مره يحصل، احنا تعاملنا معاه قبل كده. زميلك كان من 5 سنين حصل مع نفس الموقف، احنا عملنا ايه؟ عملنا كذا، يبقى زي ما عملنا مع فلان هنعمل مع حضرتك. تمام. عارف يا محمد بقى لو زودنا حته عليك ايه اللي هيمسك فيها؟ ليه؟ امسك فيها. ليه؟ ما حصلش لغيرك. ندي مثل العرض اللي قدمه النادي الاهلي لحسام عاشور. احنا درسنا الملف بتاع حسام وشفنا الوضع بتاعه ولقينا ان احنا في الوقت الحالي رغم ان احنا خدنا قرار بعدم اقامه مباريات اعتزال للاعبتنا الكبيره لما بتخلص، بس حسام برضو عنده استثناء بسيط شويه ممكن نديله حته المساحه تسمح بان احنا نديله حته زياده. فلا حسام لا هنعمل لك ماتش اعتزال. ده حسام طول حياته ملوش صوت في الاعلام، ملوش صوت في، ما عندوش مشاكل، ما عندوش اي ازمه. فلو حسام يعني جه من عنده وقدم الحته دي، لا احنا كمان هنقدم حاجه زياده وهنعمل لحسام مباراه اعتزال. قول لي كده يا محمد، كابتن عماد متعب لما طلع من يومين في حديث وسمع، وكابتن عماد متعب واحد من اساطير، قال لو عندي نصيحه لعاشور امسك في العرض يا حسام. ليه؟
لانه يعني ما جاليش. انا كنت بتكلم حتى مكانك جزء منه وانا في مكانك ما جاليش. فاحنا بنتكلم في ايه ببساطه؟ هو ده يعني ايه النادي الاهلي. نادي المبادئ، انا بحط مبدا عامل الكل. انا عجبني نقطه مهمه جدا. اتفضل. ان انت مسكت في نقطه محوريه. ليه بقى؟ لان بعد اي تصريحات بتتقال دلوقتي الناس بتسمع التصريح وبتقفل الملف، رغم ان الملف ده كان عليه خناقات كبيره. الله عليك. فالكلمه الجميله اللي اتقالت في ختام الملف بجد. دلوقتي دي ما ينفعش تعدي. ليه بقى؟ لان نتعلم، لان النقطه دي لازم نتعلم منها كلنا مهما اختلفنا فيها. في نقطه في النهايه صاحب القضيه وصل في النهايه ان النادي الاهلي كان صح. لا انا نفسي بس افهم احنا ايه تمن تضييع وقت النقاش بجد والله. سؤال اهو، ونفسي حتى طبعا الحلقه هتخلص، بس النقاش ممكن يستمر معانا على السوشيال ميديا او اي حد بيسمعنا دلوقتي. بجد والله ايه تمن ضياع سنين من عمرنا في النقاش حوالين قضيه اتعلمنا ايه وبنقعد نكرر فيها كاننا بنحب نلف نفس الدايره في نفس الدايره. لا تعالى نتعلم حلقه مفرغه.